سلاما يا عمر الفاروق. حكمت عدلت من كفر ترسيخ البلوط، بمثلك نستصغر نجما وذرا وجبالا. ولولا اثر النور لقلنا كنت خيالا. سلاما يا تهلل وجه نبيك يوم هداك الله، وكم أيدت الحق وكم وافقك الله. عز الله بك الإسلام ورضي الله. سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولادي وحبايبي عاملين ايه؟ وحشتوني. النهاردة ان شاء الله هناخد درس جميل جدا 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 جدا، وشخصية قوية جدا جدا في الإسلام، وإحنا عارفينها وبنحبها لأن كان رسولنا بيحبه، وكان اسمه الفاروق، وسمي بهذا اللقب لأن الله عز وجل فرق بين الحق والباطل بعد إسلامه. وكمان كان من الخلفاء الراشدين. طب مين هم أصلا يا ولاد الخلفاء الراشدين؟ الخلفاء الراشدين اللي هم جم حكموا المسلمين بعد وفاة الرسول، وكان أولهم سيدنا أبو بكر، وبعدين سيدنا عمر، وبعدين سيدنا عثمان بن عفان، وبعدين علي ابن أبي طالب. طيب يعني هو واحد منهم؟ طيب هو كمان كان تاني الخلفاء الراشدين، وبشره الرسول صلى الله عليه وسلم بدخوله الجنة، ونشأ في مكة بعد مولد الرسول صلى الله عليه وسلم ب13 عاما، يعني هو أصغر من الرسول ب13 سنة، وعمل راعيا للإبل وهو صغير كعادة أهل قريش، يعني كان بيشتغل في الرعي، يعني بيرعى الغنم زي أي حد في قبيلة قريش. وامتاز بتعلم القراءة والكتابة، كان متعلم، كان بيعرف يقرأ ويكتب، وبرع في ركوب الخيل والرمي. الرمي يعني رمي مثلا بالنبال أو بالسهام. كان رضي الله عنه يحضر أسواق العرب فتعلم بها التجارة وربح منها، وسافر إلى بلاد الشام صيفا وإلى اليمن شتاء. عارفين الإلاف قريش، صوت الإلاف قريش، صوت قريش، رحلة الشتاء والصيف هي دي. كان المسلمين أو العرب عامة عندهم رحلتين، رحلة في الصيف ورحلة في الشتاء. رحلة الصيف دي كانوا بيروحوا بلاد الشام عشان يتاجروا فيها ويبيعوا كده ويكسبوا فلوس، ورحلة في الشتاء كانت بيروحوا فيها اليمن. خلاص سنة تانية هنحذر مع بعض هو مين. هو سيدنا عمر بن الخطاب. شاطرين يا بعد ما عرفنا يا ولاد ان سيدنا عمر كان مولود في قريش في مكة، وان هو اتعلم التجارة وتعلم الرمي وركوب الخيل، وان هو كان بيرعى الغنم وهو طفل، عمل ايه بعد كده اما كبر؟ رفض سيدنا عمر بن الخطاب الدعوة الإسلامية في بدايتها. يعني كان اول ما سيدنا محمد بقى رسول وتعرف ان هو رسول، وقال لقومه واخذ في ان هو يدعوهم للإسلام وكده، سيدنا عمر ما كانش موافق خالص ان هو يدخل فين في الإسلام. ولكن اخته السيدة فاطمة وزوجها سعيد ابن زيد قد كان اسلم، فعلم سيدنا عمر بإسلامهم فذهب إليهم. وكان عندهم مين؟ خباب بن الأرط. سيدنا خباب بن الأرط ده كان صحابي، وكان بيعلم السيدة فاطمة أخت سيدنا عمر وزوجها سيدنا سعيد بن زيد القرآن. كان بيقرأ عليهم آيات من سورة طه، وكانت الآيات دي مكتوبة على صحيفة أو على ورقة، و
كانت سيدة فاطمة ماسكاها. فلما دخل عليها السيدنا عمر ووجد هذه الصحيفة فأراد أن يمسكها، فرفضت السيدة فاطمة أن يمسها قبل أن يتوضأ، فقالت له اذهب وتوضأ ثم امسكها لأن بها القرآن. فذهب وتوضأ وأخذ يقرأها آيات سورة طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. فلان قلبه وللقرآن وقال: ما هذا بكلام بشر؟ الكلام ده مش بتاع بشر، يعني مش بتاع إنسان، ده مش كتابة سيدنا محمد، لا ده جاي من عند الله عز وجل. وكان أيامها عمره 30 عام. فأخذ الصحيفة وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلن إسلامه، وأخذ بعد أن أعلن إسلامه مباشرة قال للرسول صلى الله عليه وسلم: لماذا نصلي في السر ولماذا لا نجهر بالدعوة وبالإسلام؟ فأخذ المسلمون في صفين وخرج إلى ذهب إلى الكعبة في صفين، الصف هو يقف أمامه سيدنا عمر، والصف الآخر من المسلمين يقف أمامه مين؟ سيدنا حمزة عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانوا أقوى اثنين من المسلمين قوة في القلب وقوة في الشخصية وفي البدن والجسم. ومن يومها اتسمى سيدنا عمر بالفاروق، لأن الله عز وجل فرق به بين الحق والباطل. وطافوا بالكعبة لا يخافون أحدا، ولهذا اسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفاروق، لأنه فرق بين الحق والباطل. وهاجر سيدنا عمر بن الخطاب، هاجر يا أولاد يعني سافر للمدينة، يعني عشان ينصر الإسلام والمسلمين بماله ونفسه، وأخذ ماله وراح للمسلمين فين؟ في المدينة. ثم تولى الخلافة بعد أبو بكر الصديق، بعد أن مات سيدنا محمد، ثم الصديق بعدي الذي مسك الخلافة أخذ مين؟ سيدنا عمر الخلافة بعدهم. إمتى؟ في السنة 13 من الهجرة، في السنة 13 من الهجرة. واتصف بالتقوى، يعني بيخاف من ربنا، وكان رحيما بالمسلمين وشديدا على الكافرين. وهو كده المسلم يا أولاد، رحيم بينه وبين المسلمين وشديد على على غير المسلمين. طيب رحمة سيدنا عمر ظهرت في ايه يا أولاد؟ هو كان بيتصف بالرحمة، طب ظهرت في ايه؟ انه كان يمر عندما كان خليفة للمسلمين، يعني هو اللي بيحكمهم، كان يمر في أنحاء البلاد ليطمئن على الناس، يعني مش سايبهم جعانين والعطشين وكده، لأ ده بيتفقدهم عشان خايف ربنا هيحاسبه عليهم. وأخذ فذهب سيدنا عمر إلى امرأة فقيرة وأولادها، وجدهم يبكون من الجوع، فذهب مسرعا إلى بيت المال وأحضر دقيقا وزيتا، وقام بإعداد الطعام لهم وأكلوا وشبعوا. وقال للمرأة: عندما ينتهي الطعام من عندك تعالي إلي. فكانت خلافة سيدنا عمر فتح للمسلمين، ففتح بيت المقدس اللي هي في فلسطين يعني، وبلاد فارس والشام ومصر، وتوسعت الدولة الإسلامية في عهده وانتشر الدين الإسلام. خلاص يا ولاد، بعد ما كان الإسلام في مكة فقط، لا انتشر في بلاد فارس والشام ومصر وبيت المقدس، وانتشر دين الإسلام. وفات بقى سيدنا عمر. إزاي توفى؟ طبعا لأن سيدنا عمر كان قوي جدا وكانوا بيخافوا منه، فقالوا إحنا أحسن حاجة إن إحنا نشوف حد يقتله من غير ما ما ياخد باله. فكان بيصلي صلاة الفجر بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ لؤلؤ المجوسي، وكان مجوسي من المجوس، فطعنه وقتله. فحزن المسلمون حزنا شديدا على وفاته، ودفن بجوار الرسول صلى الله عليه وسلم وسيدنا أبو بكر الصديق. طب تعالوا نشوف هنا يا أولاد، احنا لازم نتعلم من سيدنا عمر. لازم نتعلم ان احنا نكون قويين في الحق،
ولا نخشى في الله لومة لائم. يعني ايه؟ يعني نحق الحق ونكون عادلين زي سيدنا عمر. اما ماما تيجي تقول لك يا حبيبي إيه مثلا لما تيجي تدي او تفرق بينك وبين اخواتك مثلا حاجة حلوة او اي حاجة، لازم نقسم بينهم بالعدل. مش قد اخويا الكبير مثلا 3 بونبوني واخويا الصغير 2 بقى، وما نديش بقى بالعدل مثلا، او ما حكمش بين اصحابي بالعدل. لا، احنا خلينا دايما نتصف بالعدل والقوة وحب الله وحب الرسول صلى الله عليه وسلم. زي مين؟ زي سيدنا عمر، شاطرين. طيب، عندنا يا اولاد نشاط جميل قوي زي الكلمات المتقاطعة كده، ايه هنحل فيه الايه الاسئلة دي. يلا نحل مع بعض. قولي ده سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ايه؟ فين؟ ها شاطرين، في ايه؟ في مكة. طيب، يبقى ولد سيدنا عمر بن الخطاب في مكة. عمل سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالايه؟ بالتجارة، شاطرين. ها، سمي الرسول صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر سماه بايه؟ بالفاروق. وقلنا ليه؟ لانه هو فرق بين الحق والباطل. سيدنا عمر رضي الله عنه هو مين؟ ثاني الخلفاء الراشدين، شاطرين. يا سنة تانية، فتح سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بيت المقدس. أسلم سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد أن سمع آيات القرآن تتلى في بيت أخته فاطمة، على اسم مين برضو؟ بنت الرسول، شاطرين، صلى الله عليه وسلم. من صفات سيدنا عمر بن الخطاب إيه؟ الرحمة. مش هو راح جاب الأكل للست الفقيرة وأولادها؟ سلاما يا عمر الفاروق، سلاما يا